النهاردة حلقتنا يمكن السادة المشاهدين مش هتبقى جديدة عليهم، لكن في الحقيقة هي مش حلقة مصرية بس، هي حلقة بطعم اليمن كده، حاجة كده هلت علينا على السوشيال ميديا. شفنا شاب صغير عامل فيديو، يعني يمكن ان شاء الله تشوفوه معايا دلوقتي، طالع بيضحك من قلبه ضحكة بصوت عالي قوي، فرحان جدا ان هو خد الإقامة في مصر وهو يمني اصلا الجنسية. لفت نظرنا المحبة والسرور اللي في عينيه، نبرة صوته كأنه شخص انتصر. منورني يا خالد. الله ينورك يا رب. نورني ومشرفني. الله يسعدك يا رب. شفنا الفيديو يا خالد، يمكن مصريين كتير علقوا لك مره كتير بشكل يعني شكل يعني كده ما اقدر اقول كتير، مره 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 والله، يعني بمئات الالاف التعليقات. يقولوا لك ايه بقى؟ كلام كلام كتير. الفيديو ما شاء الله عدت 8 مليون، وعدت 8 مليون حتى في حسابي كل مكان ما شاء الله. كلام كلام والله، جيبي لي تعليق واحد بس سيء، كل التعليقات ترحيب، كلام حلو والله من قوه الكلام والله. يعني قعدت كم 3 ايام ابكي من الفرح والله، 3 ايام كنت مبسوط. مبسوط من كل كنت بلدي. متخيل انك تاخذ الاقامه اصلا؟ لا والله توقعت يعني بيكون الامر مره صعب، فبعدها لما قال لي خلاص هذه الاقامه انا طالع، انا مصدوم والله. رجعت البيت الله قاعد والله شعور ما يوصف والله. طيب انت عايش مع مين؟ عايش الان مع مين؟ طبعا انا كنت عايش الان مع خالتي، لان خالتي في مصر، فالان دحين يعني صرت لحالي الحمد لله، لانه انا كنت اصلا بهرب من عندها. لانه ما شاء الله كان يعني كل ما انام في ازعاج مره، اصلا عيال خالتي ما خلوني انام والله، كنت دائما ادعي ربي يا رب خالتي تطلع من البيت عشان اخذ بيتها. فقدر الله وما شاء يعني الحمد لله يا رب انه يعني صرت لحالي. يعني صح انه اخسر على البيت، بس انه اهم شيء اخسر صوت الازعاج. اي فمرتاح اكثر الحمد لله يا رب. مامتك فين؟ مامتي في السعوديه. عايشه في السعوديه؟ ايوه. وباباك؟ بابايا برضه هناك، بس انه يعني ما اعرف انه اشياء كثير انا. منفصل عنكم. صح. انت اللي ربيتك والدتك؟ امي كل شيء سوته في حياتي، كل شيء. كل حاجه. كل حاجه، كل شيء في قلبك تبي تقولي كله سوته امي لي. عليك اخوات؟ لا. لا اخوات ولا اخوان. بس لحالي. انت وحيد؟ ايوه وحيد امي. وحيد امك. طيب انت جيت مصر ليه اصلا؟ طبعا هي قصه. تبين اقول لك اياها؟ طبعا. من البدايه ولا من النهايه ولا من لا من البدايه. طبعا انا يوم من الايام سافرت على اليمن، كان سفريه غصبا عني صراحه، وانا انسان ما اقدر استغنى عن امي مهما صار في هذه الدنيا، فامي قالت لي خالد ضروري لازم تسافر على اليمن. قلت لها طيب. فانا يوم من الايام كنت لابس سماعات مشغل يعني اغاني اللي لا حبيبي يوم عمرنا، طبعا كانت اسوأ ليله في حياتي. كنت راكب الدباب الفيش بقي، اسوق وماشي الا فجاه طحت في الارض. طبعا كذا انا مسوي، انا قاعد يعني خلاص انا في اصعب حالاتي، فايش اللي صار؟ عمرو دياب قاعد يغني في اذني اللي لا، وانا مصدوم. فايش اللي صار؟ نفس اللي خذيت منه الدباب قال لي لو سمحت ممكن تحاسب لي على الحساب، انا قاعد اموت قدامه. احاسب لك وانا قاعد؟ انا وقتها كنت ماني عارف اضربه ولا استحمل الالم ولا استحمل ايش. عظيم والله. انا من الصدمه وقتها قلت يعني انا طالع فيه حتى مصدوم، انا من الصدمه ما قدرت اتكلم. قلت لهم ارجوكم خذوني المستشفى ولا اشوف هذا الشخص، لانه انا يعني حاله صعبه. فايش اللي صار؟ ايوه قالت لي امي خالد ضروري تسافر على مصر، لانه ايش بسوي عمليه هنا ليدي. فبعدها أول انت كنت رايح اليمن لابوك؟ لا مو لابويا، كنت رايح اليمن اكمل معلومات يعني اثباتاتي وزي كده. ورقك؟ ايوه. عظيم اثبات هويتك. ايوه صح عظيم، لانه يعني اشياء كثيره صارت لي صعبه، بس الحمد لله يا رب. فبعدها لما سافرت على مصر اول مره يعني كده في حياتي كده، انا ما ادري كيف اقول لك، تخيلي مثلا الواحد يقرر يعيش في البلد بعد 6 سنين 90 سنه. انا متى قررت؟ وانا في الطياره والله العظيم. لسه انا اشوف الغيوم، رحت ارسلت لامي رساله انا بعيش في مصر. امي طالع، امي مصدومه كانت. بعدين اول ما نزلت والله العظيم انا ما حسيت شعور السعاده، او يعني انا قعدت حاله نفسيه طول عمري والله ما عمري قدرت تحت في قلبي. فاول ما جيت وانا قاعد في الطياره والله حسيت فراحه
يعني ربي يعلم قديش هذه السعادة يعني ما أنساها طول حياتي والله. طيب علقت دراعك؟ الحمد لله يا رب سويت العملية. سويت العملية صحيح. سافرتش ليه؟ خلاص ما أقدر، ما أبغى أسافر، خلاص بعيش هنا والله، ما مستحيل، ما بطلع. خلاص قلت لك اسمي إيش؟ أقوله كده، خالد اليمن مصر اسكندرية. لا لازم الاسم هذا كامل يجي مع بعض. أيوة يعني أنت ما قدرتش ترجع؟ لا ما أقدر خلاص مستحيل، خلاص ببقى هنا. إلا عجبك عندنا؟ كل شيء والله. أحكي لي. يعني مثلا تخيلي يعني تروحي تسألي تسلم على أحد كلهم يسلموا عليك، مثلا والله شخص ما يعرفك، والله العظيم أعرف شخص من خمسة، عرفت شخص من خمسة دقائق كأني أعرفه من 30 سنة، أقعد أغني له إيه الحلوة ده. أضحك لما أشوف. والله العظيم مرة شعور حلو والله، كأني بين أخواني والله، يعني شعور ما يوصف والله. أنت مش خلاص قررت إن أنا مش هطلع من البلد دي؟ خلاص وبتزوج هنا، وأول واحدة عزمها أنت، أهم شيء إنه كلكم تجوا إن شاء الله. هنيجي تنوروني. أطبع. أنا المطرب، أنا المغني، أنا كل، أنا الفنان برضو، أنت كل حاجة، كل أنا العريس، أنا اللي تبيه. موافقة جدا. السؤال بقى، أنت يومك شكله إيه؟ يومي شكله إيه؟ تصرف منين يا خالد؟ صح هذا السؤال. طبعا دائما الإنسان يتوكل على ربي، ونعم بالله. وانا يعني مهما صار في هذه الدنيا حتى لو ما معايا او ما معايا انا اقول الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. فانا دائما يعني شغلي كله في الانترنت، فدائما ندعي ربي يا رب يرزقني يا رب يا رب يا رب يا رب، فان شاء الله يا رب انه يعني حتى تكون عندي مصادر دخل اكثر من السوشيال ميديا يا رب، عشان يعني ارتاح في قلبي وانه يعني اضمن اشياء كثيره في حياتي. انت بتعمل على السوشيال ميديا؟ اصور، ايوه اصور، اسوي بثوث مباشره، اسوي اشياء كثير مره، فانا اتمنى ان شاء الله اسوي اشياء مره كثير والله. انت متعلم؟ انا صح، انا انسان يعني مثلا عمري ما دخلت مدرسه، فيعني الحمد لله ربي رزقني ما شاء الله في عقل جدا كبير ما شاء الله، الكتابه والقراءه كل هذه تعلمتها لحالي بدون ما ادخل مدرسه، بدون ما اي احد يعلمني، كله عن الجوال ما شاء الله، يعني كل شيء عن الجوال وانجليزي ما شاء الله وكل شيء. فدخلت انا معهد، امي ساعدتني اني ادخل معهد، لانه المعهد ما طلب مني معلومات، طلب بس انه تدفعي كذا كذا وتدخلي، فأمي ما شاء الله، عشان كده أقول لك أمي سوت لي أشياء مرة كتير في حياتي. أنت كانت مشكلتك مع بابا إنه مش راضي يعترف بيك. صح. مش عايز يكتبك. أيوه صح. ليه؟ أنا لا والله لين دحين أنا كل الناس ما هي عارفة ليه سوى زي كذا، إنه ليش يعني خلاني، ليش ما خلاني أدخل، ما ليش وليش وليش ليش، أنا إيش سويت له يعني؟ ليه ضيع عليك سنين كتير؟ ما سويت له إيش، أنا طفل. الطفل إيش بيضره في شيء؟ يعني أنا سويت لك شيء، أنا طفل دوبي طلعت من الحياة، إيش السبب إنك تسوي كده في حياتي أو إنك تدمر حياتي؟ ما لي دم في هذه الحياة إنه أنا يسلي زي كده وأنا صغير، بس الحمد لله يا رب. هو باباك بيشتغل إيه؟ بابايا يشتغل مهندس. يعني ميسور؟ للأسف أنا ما أدري إيش أسوي، بس إيش أسوي؟ لك إخوان من عند أبوك طبعا. أيوة. بيوصلوك بيرسلوك بعد ما شافوك كده مكسر الدنيا؟ لا للأسف. انت عارف شكلهم اسمائهم؟ اعرف اسمائهم واشكال يعني وشكلهم كل شيء، بس يعني ما يتواصلوا معايا. تخطيت ده كله بقيت شخصيه عامه؟ انا هذا تخطيت كله بس عشان امي والله. يعني في قلبي انه اهم شيء انا مع امي، ما بقى اي احد في الدنيا غير امي. خدت الاقامه في مصر في وقت صعب جدا. ايوه الوقت ده صعب جدا، محظوظ. صح بس استنى ايش قلت لك، اللي واخذ البطاقه خلاص انا. استناها انا لندحن والله. طيب السؤال التاني، لما بقيت شخصية عامة يا خالد بقى، دي مسؤولية؟ أنا أشوفها مو مسؤولية، بالعكس شوفي صح إنها مسؤولية، لكن في قلبي أنا مرتاح، لأنه ما عمري حس يعني حس إنه بين أخواني وبين يعني بين شعوري كأنه يعني شايفة إنه أنا صح الوحيد وصلي وصلي صلي، لكن أحس إنه في أحد معايا جنبي والله كده، صح ما في أحد شوفه، بس أنا أحس في ناس كده كتير جنبي والله، حاس بشعور ما يوصف والله. يعني اول ما اقوم، اول ما اصحى من النوم اصور، يعني الناس تكتب لي كلام حلو، رسائل حلوه، يعني شعور يعني ما تتمني ابدا تخسر هذول الناس، تتمني تبقى معهم طول العمر والله. عرفت ان انت جالك دعوه من شيخ كبير في دبي؟ صح. حد مهم. صح. انت هتروح على دبي ان شاء الله يا رب؟ والله اتمنى اروح ان شاء الله، نفسي ازور ناس كثير هناك، نفسي اسوي اشياء كثيره والله. انا طيب فرقت في حياتك السوشيال ميديا؟ خليتك اقوى؟ ايوه والله فرقت كثير. يعني تعرفي انا دائما كنت اقول انا يعني دائما اقول انا صح وحيد، بس ربي رزقني فوق اكثر من يعني 2.5 مليون شخص يتابعني ما شاء الله،
يعني شيء كبير. يعني ما عندي اخوان، ما عندي، بس ربي رزقني يعني باخوان. يعني في تليفونات بتجي لك يطمنوا عليك؟ والله احلف لك كل خمسة دقائق، كل ثلاث دقائق ناس تتصل، ناس ترسل لي تقول لي ايش تبغى، تبغى كذا 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 كذا، او حتى البيت، البيت والله احلف لك اتصلوا علي ناس قالوا لي والله ما، انا قلت لهم اتذكر كنت انا تعبان، اقول لهم انا يدي مكسوره وانا يعني ابا اعيش لحالي لانه تعبان يا ناس. فوالله جاني اتصال، والله احلف لك ما خلاني لين ما خذيت البيت والله، وعزموني وقالوا لي اللي تبغاه يا خالد. شعور والله ما يوصف. عشان كده اقول لك انا فرحان من كل قلبي، ما حسيت باي مسؤوليه غير انه انا فرحان والله. طيب ربنا بعت لك كل الناس دي تحبك، وبقيت من شاب كان طفل ملوش ورق دلوقتي ليك في كل مكان وجود وناس حباك، بتقعد مع نفسك تقول ايه يا خالد؟ والله هذا دايما داش دايما الشيء ده اسويه، اللي هو اقعد افكر انه يا خالد شوف سبحان الله كيف انت كنت، وكيف كنت تبكي، وكيف دي السنين طول السنين هذه، وكيف يعني مثلا انه يعني اكثر شيء وجعني انا عن نفسي عادي انا، بس انا اهم شيء انه امي يعني ما اشوفها تبكي او تزعل علي انا. فلما اشوف نفسي انا صرت وصرت 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 اتصل على امي اقعد ابكي والله العظيم، يعني قبل ما اجيكم او بعد ما اجيكم انا ابكي والله، دائما اتصل لامي اقول لامي انا فرحان يا امي. فامي دائما تقول لي يا خالد قول الحمد لله يا رب، الحمد لله، ويعني شوف يا ربي كيف يا خالد صح اخذ منك كم شيء ورزقك باشياء انت عمرك ما تتوقعها يا خالد. فاقول لها ايوه يا امي، بس انا ابكي فرحان يا امي. يعني هي تبكي تقول لي، يعني اتصلت عليها كانت خايفه تقول لي ايش بك يا خالد، واو. انا اقول لامي والله ما في، انا اقول لها والله ما في شيء، انا قاعد ابكي فرحان يا امي. طيب اول رقم كبير مسكته في ايدك عملت بيه ايه؟ والله اول رقم مسكت، اول رقم كبير والله كان حلمي الوحيد، وهذا لين ان شاء الله يا رب هذا في اي يوم يتحقق يا رب ان شاء الله يا رب. اللي هو تبي اقول لك ايش سويت ولا ايش؟ لا انت ما مسكته قلت لنفسك ايه؟ انا قلت لنفسي ايش ولا ايش سويت فيه؟ ايه قول لي الاثنين. والله كان نفسي انا اللي هو اشتري بيت لامي، هذا الشيء يعني ان شاء الله يا رب يا رب، وهذا الشيء انا ما ابغى امي تدري عنه لانه هذا الشيء بيني وبين قلبي. هي عايشه مع مين؟ عايشه مع جدتي اللي مع مامتها. ايوه فانت وهي ما لكوش بيت خاص؟ ما عندنا بيت خاص، فانا اتمنى ان شاء الله يوم من الايام يا رب ان شاء الله يا رب اشتري لها بيت خاص هي وجدتي، عشان ايه؟ عشان كده احس ان انا انه يعني حتى لو اعطيتها بيت، حتى لو اعطيتها كل روحي وحياتي، ما اوفي في حق امي مهما صار في هذه الدنيا. واتذكر لما خليت اول مبلغ، فاتذكر كان امي جوالها خربان، وكانت جدتي نفس الشيء، جوال جدتي كان قديم مره. فوالله اتذكر رحت ايش سويت؟ رحت شريت لامي جوال وشريت لجدتي جوال، ورحت شريت لهم هدايا وشريت لها ذهب. والله اتذكر ذاك الوقت كنت ابكي فرحان والله، قعدت ابكي، قعدت ثلاث ساعات والله ثلاث ساعات قعدت ابكي واشكر ربي، ابكي واشكر ربي انه يعني على الاقل انه شيء قدرت اسويه بس عشان احاول انه اسعد امي على الشيء اللي سوت لي اياه. طيب عملت ايه بقى في الرقم، اول رقم كبير مسكته؟ هو هذا، جبت لهم التليفونات. ايوه ونفسي والله انا كان في قلبي انه امشي انه اسعد امي. ماما بتوصيك بتقولك ايه؟ انه يا خالد دائما احمد ربي على كل شيء في هذه الدنيا، لانه مثلا صح ناس تسلوا اشياء كثير في حياتهم كثير وكثير، ف يعني حتى لو صار لك، حتى لو راح منك، انا راحت مني اشياء يعني حتى ما اقولها للناس من كثر ما هي تزعل. ف دائما تقول الحمد لله على كل شيء لانه ربي كاتب لك شيء احسن في هذه الدنيا، كاتب لك اشياء يعني ما تتوقعيها، لكن يوم من الايام راح تجيكي. فانا كانت امي تقول لي قول الحمد لله على كل شيء يا خالد، فانا احمد ربي على كل شيء دائما. بتقول ايه مثلا لما بتبقى ناجح كده او يعني عامل حاجه كويسه او راضي عن نفسك، لما بتيجي بتقول زمان باباك شايفك ازاي؟ يعني ابوك شايفك ازاي النهارده؟ فزي ما انت قلت هذا السؤال، انه انا يعني ابويا ما اعرف كيف يشوفني او كيف، لانه انا ما عمري حسيت منه اي حنان او اي اهتمام او اي شيء من داخل قلبه، ما عمري حسيت اصلا بكلمه. يعني هو مش بيتابعك؟ هو يتابعني بس ما عمري حسيت منه اي شعور، او ما عمره قد تواصل معي، ما عمره سوى اي شيء من هذا الشيء. فحتى الناس الغريبه او اللي ما عرفني والله اهتمام كلام حلو، يعني كان والله ناس يقولوا لي، اتصلوا علي يقولوا لي اعتبرنا انا زي ابوك يا خالد، والله ما اكذب عليك في اي شيء، يقول لي انا زي ابوك يا خالد، وانه احمد ربك على كل شيء والحمد لله يا رب. فانا اقول ايش دائما، انه اي انسان يقدر يجيب ولد ويتسمى اب، لكن
مو اي واحد في الدنيا نقول عنه اب، لانه يعني الحمد لله على كل شيء، انه يعني اهم شيء انه ام، يعني الام يعني اذا امك معك او امي معايا انه يا رب يحفظ جميع امهات المسلمين، تحسسك بشعور كل شيء في هذه الحياه، يعني حتى لو ما عندك اخوان اخوات، فانا هذا الشيء في قلبي شيء كبير مره في قلبي والله. يعني انا اقعد والله يعني اول ما سافرت، انا انسان دائما والله اول ما اصحى من النوم دائما متعود انه اروح اصحى اروح افك الباب اشوف امي، اول ما اشوفها اقدر اروح اخلص كل اشيائي. فلما جيت سافرت مصر يعني لي شهرين، والله احلف لك كل ليله في السرير قبل ما انام اقعد ابكي ابكي والله المخده كلها دموع، ابكي 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 انه ابغى اشوف امي، لانه ما اقدر والله اصحى بدون ما اشوف امي، احس انه يا اخي شيء يكسر القلب انه انا دحين امي بعيده عني. طبعا الناس بتتابعك ليه؟ انت شايف هما بيحبوك ليه؟ الناس دائما تقول لي يا خالد احنا نحبك عشان لا نحبك انت، اي شيء يا خالد تسويه عادي، بس احنا نحبك انت نفسك انت يا خالد. اول ما نشوفك والله تجيني اتصالات تقول لي خالد احنا نحلم فيك دائما، نحلمك احلام مره يا خالد. والله جاني واحد اتصل علي قال لي خالد انا حلمتك حلم وبعدين جات تواصلت معاك. ف انا لما اسمع دي الاشياء وده الكلام يقول لي خالد احنا نحبك يا خالد ونتمنى لك الخير وادعوا لي، وكلام مره يعني يسعد القلب والله، انا احس بشعور سعاده، كلام يعني كاني بين اخواني. المحتوى بتاعك شكله ايه؟ ايوه المحتوى انا انزل كل شيء، كل شيء في حياتي، اي شيء قدامي اصوره، اصور البرتقاله، اصور البسه، والله حتى صورت الغنمه، الغنمه بنفسها ممكن تشتكي علي بعد اللقاء هذا. صورت اشياء مره كثيره والله. ليك اصدقاء في مصر؟ لي انا انسان يعني زي ما قلت لك انه مره انا اتمنى انه يعني انا انغدرت وانخنت من ناس مره كثيره والله في حياتي، فانا والله يعني اتمنى يكون معايا اصدقاء يعني قلبي يرتاح لهم، قلبي زي كذا. فانا دائما اقول لك ايش، انه صديقي الوحيد وهذا هي امي والله، ما بكذب عليك والله انا اقول لك اللي في قلبي. طب عملت صداقات في مصر؟ صداقات صداقات والله انا عامل صداقات اللي هو يعني ناس يعني شغل زي كذا، اسوي الاشياء مثلا اللي تفيدني زي كذا، يعني عشان منا انه ان شاء الله يا رب اصير شيء كبير يا رب، يعني زي كذا. انت بتصحى من النوم تعمل ايه؟ بتصحى من النوم يومك شكله ايه؟ يعني بتصحى من النوم الساعه كام؟ اصحى من النوم الساعه 10. حلو، بتعمل ايه بقى؟ الساعه 10 ايش اسوي؟ اروح اغسل المواعين، اضبط الدنيا، اضبط الفراش كذا، اضبطه، لازم تظبيط طبعا عشان يوم يكون منتظم. ايوه صح. وبعد ايش اسوي؟ اصبح على الناس صباح الخير عامله ايه مدري ايه وايه زي كذا. فبعد ايش اسوي؟ اروح اخلص تصاويري، اخلص المواضيع حقي، اروح اخلص من الاعلانات، اروح اخلص من اللقاءات، اروح اخلص من كل شيء. وبعدها ايش يا ربي؟ انه اخلص مواضيعي كلها وارتاح واسوي بتوت مباشره زي كذا، يعني هذا يومي. ده يومك؟ ايوه. انت بقى انت اللي بتطبخ؟ انا اعتقد اسوي كل شيء الا الطبخ. لانه لو طبخت يمكن البيت كله يروح. لا لا داعي، احسن خلينا بدون خلينا من غير طبخ. جيب اي سندوتش من بره يا خالد. والله اجيب سندوتش من بره، خلينا على الطبخ. لا مش مشكله. يعني ما تعرفش تطبخ اصلا؟ لا انا اخر مره طبخت يمكن قبل شهر. وان شاء الله اخر مره يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. لا داعي، لا ده وما كررهاش. انا بلاش لازمه. طيب ده بالنسبه لحياتك جوه البيت. صح. عندك احلام؟ والله احلام كتير. قول لي ايه؟ نفسي انا اتمنى انه مثلا انه افتح مشروع خاص لي، نفسي يعني نفسي يكون معي مصادر دخل مره كثير، عشان انه يعني ما اخاف على نفسي ولا اخاف على زي كذا، انه قلبي يعني يرتاح من هذا الشيء. كنت تفكر مصر لما جيت مصر كنت متخيلها بالشكل ده؟ والله العظيم اول يعني قبل ما اجي مصر يعني انا دائما كنت اسمع الناس يقولوا ام الدنيا، هذا الاسم يعني بين هذا الاسم بين كل العالم متنشر، ف كنت ما اعرف الناس ليش تقول كذا. فاول ما جيت مصر والله العظيم يعني قعدت اقول ام الدنيا، عرفت ليش؟ انه انت تقولي لي ليش صح ولا لا؟ ايوه. إن يعني حتى والله اول ما جيت ابغى ادفع حساب والله ما حد يرضى تدفعي، ما يرضى يقعد الدار معك يقول لك لا خليها علي، ما يرضى والله. وحتى لو انت مثلا من بلد ثانيه وجيتي والله يعتبروك كانك انت من مصر، انت كانك خلاص بين اخوانك بين، فوالله يعني 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 شعور مره يسعد القلب والله. رحت اسكندريه حبيتها؟ اسكندريه نفسي اروحها. ما رحتها؟ ما رحت انا بس موجود في القاهره، نفسي اروح اسكندريه، نفسي اروح الاهرامات، نفسي اروح اماكن كثير مره كثير. حبيت مصر من كل قلبي والله. كنت متخيل ان في يوم من الايام انت تعيش في بلد بره بلدك اصلا؟ لا ابدا ابدا،
ما توقعت ابدا في حياتي كلها والله ابدا. انت ما قدمت على الاقامه كنت في دماغك ايه؟ انه قدمت خلاص انه بعيش هنا. بعد صارت لي اشياء كثير والله، مره صارت لي اشياء كثير من بعد ما شفت الناس يعني والله، حتى ناس ما تعرفني تعاملني معامله والله تسعد القلب. فانا والله لما قدمتها قلت لها امي انا خلاص يا امي انا يعني خلاص انا بعيش هنا وزي كذا. قالت لي خالد انه انا اتمنى انه انت تسوي شيء اللي يسعد قلبك. قلت لها انا سعادتي هنا يا امي. قالت لي خلاص. طب وامك مش هتعيش معك؟ امي بتزورني بعد شهرين هنا، فهي ما تقدر انه تخلي امها في السعوديه وزي يعني صعب على امي مره. فبتيجي تجي تزورني زي كذا. صح. يعني احنا مبسوطين شفناك يا خالد قوي. وانا اكثر والله. ولقائك خفيف قوي. ربي يسعدك يا رب، وانا فرحان بوجودك والله، اسعدتيني من كل قلبي. لا حقيقي انت شخص جميل، قريب كده، تدخل القلب كده بدون استئذان، بسيط، محترم. وانت كمان شاب محترم. ربي يخليك يا رب. وده مهم. حاساك يعني كل اللي انت عايز تعيش بيه في سلام. انت مش عايز اي حاجه غير ان هو يعيش في سلام. والله اتمنى. رساله بقى لكل الناس اللي حواليك، اختار حد قول له مسج. هي رسالة واحدة. رسالة واحدة. أنا عارفك سبب تتجنن أنت طلعت كده. أنا عندي رسالات كثيرة. قاعدة. اختار حد. كاميرتك أهي. أيوه أنا كنت بقول لك فين بطالع. أيوه لا طلع هنا. أقول له رسالة عن إيش؟ اختار في حد عايز تقول له حاجة. أقول لي مثلا الناس يعانوا من شيء أقول لهم عليه صح؟ أجي أعطيهم الجواب وأعطيهم إيش اللي سووه. أنت براحتك شوف أنت عايز تكلم مين في اللحظة دي. حابب تبعت لحد رسالة تقول له إيه؟ بعطيهم رسالة. قول كاميرا هي. اول شيء حاب اقول لناس دائما تسالني تقول لي يا خالد احنا جدا نعاني في حياتنا او صارت لنا اشياء كثير في حياتنا، فدائما قولوا الحمد لله يا رب على كل شيء، وعمركم عمركم في هذه الحياه صح نبكي ونزعل ويعني كل شيء في الحياه صعب، لكن دائما احمد ربي على كل شيء لانه ربي كاتب لكم اشياء احسن في هذه الدنيا. وانا والله ما اتمنى انه اشوف اي احد زعلان، واتمنى السعاده لكل الناس في هذه الحياه، وانه احبكم مره. تقول ايه بقى لكل المصريين اللي عايشين اللي هم قالوا لك اللي عايشين حواليك وتضنوك بالشكل ده وحبوك؟ والله اقول لهم اني احبكم من كل قلبي، ورب يسعد كل الناس كل الناس على كلامهم الحلو، على كل شيء على كل شيء كل شيء شفته منهم حلو، انه ربي ايه ربي يسعدكم زي ما اسعدتوا قلبي يا رب. نورتنا يا خالد. الله ينورك يا رب. انت ما شاء الله منور بدون ما اشكر. بدون ما اقول لك نورتني وشرفتني. الله يسعدك يا رب.